هادي واصلي، والله معاك واصلي، واحنا وراك واصلي، والله يحميكي يحميكي إله العالمين، إله العالمين. الإيمان بالإيمان والعزم المتين يا بلادي، يرتقي الإنسان عن إيمان في دنيا ودين يا بلادي. قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين. أعزائي المشاهدين حياكم الله، وأسعد الله مساءكم بالخير والسعادة، أسعد الله مساء وطننا بالأمن والرخاء والاستقرار، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم الجديد مساء الوطن. يا بلادي واصلي، والله معاك واصلي، واحنا وراك واصلي، والله يحميك يحميك إله العالمين، إله العالمين. إذن برنامج مساء الوطن هو برنامج ينطلق قريبا سلط الضوء من خلاله على أهم وآخر أخبار الصحافة المحلية، كما يسعدنا أيضا أن نستقبل اتصالاتكم وأراءكم على هاتف وإيميل البرنامج والذي سيبث لكم على الهواء مباشرة. يا بلادي واصلي، والله معاك واصلي، واحنا وراك واصلي، والله يحميك يحميك إله العالمين، إله العالمين. وفي فقرة ضيف المساء نستقبل ونستضيف نخبة من الأكاديميين والأدباء والإعلاميين والفنانين. هذا هو برنامجنا الجديد مساء الوطن، انتظروني قريبا، أنا سالم القحطاني. يا بلادي واصلي، والله معاك واصلي، واحنا وراك واصلي، والله يحميك يحميك إله العالمين، إله العالمين. الإيمان بالإيمان والعزم المتين يا بلادي، يرتقي الإنسان عن إيمان في دنيا ودين يا بلادي. قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين.